أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء، نسير بحضراتكم في شوط آخر ومنافسة أخرى في انطلاقات الصباح والشوط الثامن أو الشوط السادس. الشوط السادس خاص أيضا هذا الشوط بانطلاقة هذه الانطلاقة بشوط الحول كذلك في هذه اللحظة، ونسير إلى المركز الأول ومخيفة في صدارة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم علي الحاج في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني شوق تحتل المركز الثاني، تعود ملكية صدام بن محمد بن معيصم الفلاحي يحتل المركز الثاني في هذه الانطلاقة أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء، وهي من تحتل المركز الثاني، بينما نشوف المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، نشوف ثالث مراكز اللي يعني تسايرنا من خلال هذه الانطلاقه. شعار بن عفصان يقدم الحذره، يقدم الحذره عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع هذه سمحه حمد بن سلطان بن درويش يحتل المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز الخامس، المركز الخامس شاهين بن خلفان المزروعي يقدم السولعيه، يقدم السولعيه ريما من الغزلان، هشرت له بيديه ثم سلم بالبنان. اسير الى المركز الاول واعود من جديد ايها الحضور الكريم مشاهدينا الاعزاء، ولا زالت هناك احوال هذا الشوط في تنافسها في لقائها في منافسات الشيقه والجميله والرائعه. البدايه ما شاء الله ثنائيه تحمل هذه الشعارات وهذه المنافسات في طيات اللقاء الجميل، في طيات التواصل المميز. هناك الله اللي وصلت خذت المركز الاول مخيفه، مخيفه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم، يضمرها علي بن احمد الحاج هو من يتولى عمليه تدريبه، وبينما المركز الثاني عندك يا بن معيصم يقدم لنا شوق، يقدم لنا شوق من تحتل المركز الان الاول عادل، وصدام بن محمد بن معيصم يحتل صداره الشوط. ويا سلام البدايه اكيد بلا شك ستكون جيده جيده. المركز الثالث، المركز الثالث واصل صديقي هنا في هذه الانطلاقه حمد بن سلطان بن درويش يصل يحتل المركز الثالث، يقدم لنا سمحه، يقدم لنا سمحه في هذه الانطلاقه. والمركز الرابع، شوف المركز الرابع بينما نحن نسير مشاهدينا الاعزاء، وياتي عامر بن حمد بن عفصان المنصور يقدم الحذر، والمركز الخامس هناك السولعيه، ولكن هناك حمد بن هلال بزفنه العفاري يقدم الشامخه لتحتل المركز الخامس ايها المتابعين الاعزاء. هذه خمسه اسماء قلناها ذكرناها لحضراتكم وهي تسير في تنافس هذا اليوم، في تنافس هذا الشوط، وهذه البدايه. ولكن نعود الى اللي هي سمحه، سمحه نشوف من التغييرات، التغييرات اللي بتحصل في هذه اللحظه، وطريق يعني باقي 1800 على خط النهايه مشاهدينا الكرام. ولكن المركز الاول، المركز الاول تحول، المركز الاول تحول وراح مع سمحه، راح مع سمحه في هذه اللحظه وغير الى صداره هذا الشوط. تعود ملكيه سمحه لحمدان بن محمد بن حمد بن درويش يحتل المركز الاول ويسيطر على ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني تصل شوق سلطان بن محمد بن معيصم يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث هنا مخيفه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم يضمر علي الحاج وهي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع، نشوف المركز الرابع، هناك اقتراب من الحذره، الحذره عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما السولعيه بدات تغير تاخذ المركز الخامس شاهين بن خلفان المزروعي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، ولكن الاتجاه نحن نتجه اتجاه صحيح وسليم الى خط النهايه، سليم وصحيح الى خط النهايه. لكن المسيطره، المسيطره بين هناك بين شوق وبين سمحه، سمحه وشوق، شوق وسمحه، والثنتين في منافسه لهذا الشوط. ولكن نشوف يعني الكيلو الاخير اكيد بيتكلم من خلال المنافسات وماذا يحصل
من تحدي بين هذه الشعارات. الله يا شوق، شوق الان غير خط المركز الاول، يلا بن معصم سلطان بن محمد بن معصم الفلاحي، لكن يعود صديقي مقدم لنا سمحه، قدم لنا سمحه حمدان بن محمد بن حمد بن درويش في المركز الثاني مشاهدي الاعزاء، ولكن يعود الى المركز الاول، يعود الى المركز الاول ونشوف ما شاء الله. خلاص نقول للشوط، خلاص للشوط، لكن ننتظر شوي نشوف 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 متابعات، نشوف بن معصم يحتل المركز الثاني، ما حرك ما كلم الذلول، ما كلم الذلول، لكن المركز الثالث هناك السولعيه تحتل المركز الثالث من على بعد مشاهدي الاعزاء، شايم غلبان المزروعي، ولكن سمحة سلمت على هل المرموم، سلمت على هل المرموم، سمحة ما شاء الله تبارك الله مشاهدينا الاعزاء، هذه سمحة، سمحة تصير في المركز الاول وتسمح امورها، متسمح طريقها ما شاء الله تبارك الله مع بداية هذا الموسم. سلام لهل المرموم، سلام حمدان بن محمد بن حمد بن درويش يحتل المركز الاول وينطلق مباشرة مع سمحة في اول المراكز لهذا الشوط واول المنطلقين، والتوجيهات خفيفه وسمحه هي المنطلقه هي المسيطره. سلام للمرموم، سلام سلام للمرموم، سلام على هذا الاداء الجميل والاداء الاصيل. هذه سمحه مشاهدي الكرام تصل لخط النهايه معلن الفوز والانتصار في لقاء هذا الشوط. تهانينا حمدان بن محمد بن حمد بن درويش. المركز الثاني السولعية شايب بن خلفان المزروعي، المركز الثالث سلطان بن محمد بن معصم، والمركز الرابع أحمد بن محمد بن كراز حمد بن هلال العفاري في المركز الخامس. مشاهدين الأعزاء والتوقيت 8:11. تهانينا والناموس للفائزين في هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام.